أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله. تحية فنية راقية وسط هذا الزخم اللي كتعرفوا الساحة الفنية من عدد الأصوات والفرق الموسيقية وغياب الإبداع الفني الحقيقي، حبيت نتفكر معكم سيدة الأغنية المغربية نعيمة سميح، الله يمتعها بالصحة والعافية. الفنانة الأصيلة والمحبوبة من طرف الجميع نعيمة سميح، من مواليد مدينة الدار البيضاء في بداية الخمسينات بحي درب السلطان، توقف مسارها الدراسي عند مستوى الشهادة الابتدائية وغادرت المدرسة بداية سلك الثانوي واتجهت للمدرسة الوطنية للحلاقة، وعملت في هذا المجال لفترة. كانت بدايتها الفنية سنة 1966 من خلال برامج اكتشاف المواهب الفنية اللي كانت كتقدمها الإذاعة والتلفزة آنذاك، وكان أول ظهور لها في برنامج خميس الحظ اللي كان كيشرف عليه الإعلامي المرحوم محمد البوعناني، كما شاركت مشاركة متميزة في برنامج مواهب اللي كان كيقدمه الأستاذ عبد النبي الجراري رحمه الله، وهو البرنامج اللي اكتشف العديد من الأصوات المغربية المتميزة في نهاية الستينات ومنتصف السبعينات. كانت مسيرة نعيمة مهددة بالتوقف أمام المعارضة الشديدة ديال الوالد ديالها اللي كان رافض ولوج بنته عالم الغناء وما تقبلش الأمر، لكن بعد تدخل فنانين وإعلاميين مرموقين كمحمد بن عبد السلام ومحمد البوعناني وخالد مشبال اللي كانوا مؤمنين بموهبة نعيمة سميح، أن والدها بأنها غادي تكون بين أيدي آمنة. معروفة نعيمة سميح بحثها الصوتية وبطريقة أدائها المتميزة، إضافة لحسها المرهف وشخصيتها الخجولة أمام الجمهور، الشيء اللي مكنها من أداء قطع غنائية صعبة موسيقيا كيغلب عليها مواضيع الشجان والشوق والحنين بالزجل المغربي الأصيل. وكيبان هذا في القطع ديالها الغنائية بحال جريت وجريت، على غفلة، على حالي، أمري الله، كون جيد، البحارة، راح، غاب عليا الهلال، صغيرة على الحب، وجاري يا جاري، والكثير الكثير 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 من الأعمال الخالدة اللي تربط بها المغاربة. وبالرغم أنها ما درستش الموسيقى أكاديميا، إلا أن السيدة نعيمة سميح كانت عندها أذن موسيقية رفيعة، من أهم العوامل اللي ساعدتها في مسيرتها الفنية. حرصتها على التعامل مع ملحنين وكتاب كلمات كبار كان لهم دور كبير في إبراز موهبتها الفنية، وانجزت معهم أعمال من مستوى عالي في أصناف غنائية متنوعة، سجلت رصيد فني مهم كيتنوع بين العديد من المواضيع. تعاملت فيها مع كبار الملحنين المغاربة بحال عبد القادر الراشدي، سعيد شريبي، عبد الوهاب التكالي، عبد القادر الوهبي، عبد الله عصامي، محمد بن عبد السلام، المعطي البيضاوي وغيرهم. كما تعاملت مع الملحن الكويتي يوسف المهنا. الشيء نفسه كينطبق على كتاب الكلمات. تعاملت مع علي الحتاني، أحمد الطيب العلاج، مصطفى بغداد والكثير الكثير من المبدعين. حضرت أغانيها بانتشار واسع في المغرب والجزائر وتونس ودول عربية أخرى. والإشارة السيدة نعيمة سميح كانت أصغر مطربة عربية كتغني فوق مسرح الأولمبية في باريس، وعمرها ما كيتجاوز 20 سنة، كما كانت ثالث مطربة عربية بعد أم كلثوم وصباح كتقيم حفل في هذه القاعة الشهيرة. عانت كثير مع المرض وكانت مجبرة على القيام برحلات علاجية كثيرة خارج المغرب، الأمر اللي كان له تأثير على مسيرتها الفنية. وكي كان ولو حطتها في عزة، لأن الميدان ما بقى فيه شيء. حصلت السيدة نعيمة سميح على جائزة قطرية في مهرجان التوحة للأغنية العربية سنة 2007، وحصلت كذلك على وسام الكفاءة الوطنية سنة 2007. كنت منا ولله نعيمة الصحة والعافية وطول العمر. أحبائي، حتى نتلقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، خالص التقدير
والاحترام.